والله، وليه ما عطيتيها من ملابسك الخايسة؟ ومن قالت إن ملابسي بتصير كبرها؟ أنت يا الحين مصدقة إنهم مضيعين شناطهم وما يدرون من وين جايين؟ لا طبعاً مو مصدقة، بس هم ما يبون يقولون. أنا أقولهم فيهم بلا، يعني أحد يصدق إن هذه أخت حميدان؟ حبيبتي مو بس أحد يصدق إن هذه أختها، من يصدق إن حميدان عنده أهل أصلاً فوق كل هذا جايين يعيشون عندنا؟ يخسون يعيشون عندنا؟ ها ليش عبالة زيارة بيمشون يعني؟ والله إن شافها عامر بينسى كل شي بيني وبينه. دقيقة دقيقة، لا ننسى إن أنت اللي هديتي، هذا شيء. ثاني شيء، من متى أنت ثقتك بنفسك مهزوزة كذي؟ من حاشا زلزال. صوتك بنية مسوية روحها نايمة. شوفي قيل اسمها كنا تحاول أنام. زين رجعي حاولي نامي، ومن بكرة تنظفين الدراعة بديتول وصابون، فاهمة؟ اخمدي. أخلص ويج بعد ولا بو. بسم الله بليس انتي تريدني أساعدك بشيء؟ ما أبي منك مساعدة يا أخت زبيدي، ما أبي منك شيء. متأكد؟ هي ما أبي شيء. ما تريد مفتاحك؟ إيش دراج انتي؟ سمعتك. والله انتي ذيبة تصدقين، تجيبينها لي؟ عجيبة. الله قالوا فعل زبيدي يا أخي. ترى كنت أقدر أخذ المفتاح بس ما أبي أزعج أمي. عطي. أنا قلت لك شيء؟ لا. سألتك عن شيء؟ لا. أدي الطلب قبل ما أعطيك المفتاح. حاضر زبيد عيوني. أنا ما عطيتك شيء ولا عارفك أصلا. روح. زبيدة صباحك الله بالخير. صباح الورد والنور والعسل وكل شيء حلو. هي زين هذه هدومك غسلناها وكويناها. ليش تعبتي نفسك؟ عادي خالتي، بس مشكورة ما تقصرين. واني دهسر دغسل بجامة دلال لابستها. لا 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 ما له داعي، رطة موجودة هي تغسلها. لا خالتي انا ارد اغسلها بنفسي، واذا تسمحين ارد اساعدك بكل شيء هنا. هي ما شاء الله عليك جويدة وسنعة. زين زين انت بعد خلوقة ومحترمة، ما شفت نفسك ابد. هي مشكورة، تسلمين تسلمين. البيت بيتك، خذي راحتك بخليك تبدلين. بدرية أنت إنسانة ساذجة، تنسين وتسامحين بسرعة، وأنا بصراحة هالخصلة مو موجودة عندي. لا يا قلبي خليها فيك، راح تنفعك واجد. وش اللي بين قلبك الحقد والزعل؟ وعلى فكرة ليش تحبينه واجد وتفكرين فيه؟ ولو ما تفكرين فيه كان ما شفتيه. وش فيك؟ فرطنا هذه تغسل ولا توسخ الملابس؟ تكفين شمي. وااه ريحتها خايسة، لا تكون ريحتك هذه. لا والله ما أدري عنك والله. قطيع قطيع قطيع. عامر. الو هلا عامر، انت ببيتنا؟ ايش فيك؟ انا بشوف اخرتها معاه. شوفي وانا مالي. ساعة
تعالي الحين تقولي لي انت عطيتيه مفتاح سياره وخليتيه يسوي حادث؟ ايه انا انطيت المفتاح، الحادث عاد مو علي. جزاح سوى حادث؟ ايه سوى حادث بس ما صار فيه شيء، السياره تعورت بس امي ما تدري. هو كسر خاطري وقلت اساعده بس. والله تعرفين تسرقين المفتاح وما تدرين ان السرقه غلط؟ ما اسمع. السرقه غلط. طب خايس الله لا يبليك. مفتدية وخالصة بدرية. اسكتي. ما شاء الله عليكم ما شاء الله، سرقات ولقيتوا بعض. أقول لا تعرف عمشة بالموضوع. سندس لا تعرف بالموضوع الله يخليكم. وليش ما تعرف؟ أمك ما تدري إيش حرامية؟ أنا ما أريدها تعرف أني سببت مشكلة من أول ما سكننا عندكم. مع السلامة يا نويل، انطاب لك عاودي. ها الله يسلمك حبيبة قلبي. سلمي على بدرية ها، بلغيها سلامي. هي هي عمور شو عندك شو تسوي هني؟ أنا كنت قاعد أتكلم بالتليفون يمه. خالتي عمشة شلونك؟ ألو. هاش المكتوب؟ المسكين شكله يحبك. حبت القرادة. ويد ليل، أعطيه فرصة ثانية. يعني يا سامحة؟ يسامحي ما فيها شيء. أنا ما أعرف شو مساوي لك هو، ولكن كان لهسه تحبينه عاقبي، ولازم العقاب يكون أوقع. شلون؟ أنا أقول لك ردي له وعاقبي حبة حبة. شلون؟ أنا أقول لك شلون. فاطمة؟ نعم. شو تباوعين عليه؟ فريندز. أي وايد حلو. إيه وايد حلو. ماما عم شوية ما يعرف. دليل ما يعرف. زين شنو الغداء؟ روحي شوف شنو غداء أنت. زين زين زين. شبيها الثلاجة؟ خربان. ماما ماما لحقي، الثلاجة خربت ولكن اللي بيها كله راح. صدق تحكين؟ البيزا المثلجة راحت؟ أم ياري الكلام ما يخصك لا تجي. يما يبي لي ومصمة، حتى مصمة بيتي وكيفي أقولها اللي أبيه. ليه رزيتي وجهك؟ والله كلامك عين العقل. أنا ما عندي اعتراض عليه كلش، وأني ماما وأعرفها زين، تحب تكون الكل بالكل هنا. الله يعينك والله. هذه شويها ما صدقت على الله تشوف فرصة تحشب أمها. هي عادي ما تستحي على وجهها، بس خلينا خلينا نسمع كملي. هي مناوية يعني تشوف لها ناس ثانية نشيخ عليهم وبيت ثاني؟ والله ما أعتقد صراحة، ما حد يريدنا هنا. الله يعينك علينا والله. يعني اندبسنا فيهم؟ واضح. يمي ايش تبي؟ انت ايش فيك؟ لا تلميني، ما احب ما احب. خلص من جويري تجيني هذه.